دي شقة 3 غرف معاها 3 حمامات. عندي ده المدخل، هنا في المدخل ممكن يتعمل دولاب، المدخل بتاعها واسع. ده عندي هنا حمام صغير ضيوف. هاجي بعد كده عندي هنا ده المطبخ، عندي الفرن، عندي الشفاط، عندي البوتاجاز، مطبخ في البلكونة. أجي بعد كده عندي هنا دي الصالة، مطلة على المجمع من الداخل وعلى حمام السباحة. أجي بعد كده دي عندي أول غرفة، عندي هنا ده حمام مكان للغسالة، عندي دي الغرفة التانية. أجي بعد كده دي الغرفة الماستر فيها حمام، وأجي بعد كده هنا عندي دي البلكونة. هذا عندي هنا ده المسبح.